صباح الخير، مسافر مصر رايح احضر محاضرة كريم اسماعيل عن السعادة. هي حاجة غريبة جدا، واول ما قال لي عليها يعني انا استغربت. يا عم الوقت ده اكتر وقت الناس يعني ممكن تكون مهمومة ومتضايقة وزعلانة والكلام ده كله، يعني فازاي هتكلموا عن السعادة؟ يعني ده بقى شيء غريب جدا. لكن هو قال لي ان الموضوع ممكن توصلوا ان ده اكتر وقت الناس محتاجة فيه انها تعرف ازاي تبقى مبسوطة او ازاي تبقى سعيدة يعني. فانا اكسايتد جدا لان المحاضره دي تحضرها تقريبا كل الناس اللي انا بحبهم وكل الناس اللي انا يعني عايز اشوفهم يعني. ف يلا بينا. اكتر حاجه بشيلها ما دلوقتي هي السفر، المواصلات. الموضوع مؤسف جدا يعني، عشان اروح من طنطا للقاهره لمكان المحاضره ده 3 ساعات ونص، ممكن توصل كمان لاربع ساعات. ف وانا اصلا يعني قايم من على السرير بفكر انا مش رايح. فالله المستعان، ربنا يهون علينا السفر. ربنا اكرمنا بمحمد يسافر معانا، وقال لي ان انا اتاخرت جدا يعني. الساعه دلوقتي 8 وربع تقريبا، المفروض ان انا ابقى هناك الساعه 11. فقلت اتاخرت جدا يعني، مش اتاخرت بس. لا معروف يعني الزراعي يوم السبت حاجه، فاضي يوم السبت فيهوش مدارس يعني، والناس لسه اجازه تقريبا او حاجه زي كده. لا ده كله السبت وحد، وانت راجع بقى خميس وجمعه، خميس واربع. انا اصلا بكره ال يلا يلا. هو احنا تقريبا تلت حياتنا بيضيع واحنا نايمين، لو انت بتنام 8 ساعات يعني باكل كيك. لو انت في مصر هنا فالتلت في تلت منهم بيضيع، في تلت منهم بيضيع في المواصلات. ربنا يتولانا. وصلت هنا الحمد لله الساعة 12 بالظبط حالا، يعني مشوار اخد 8 ل 12، اربع ساعات بالظبط. قول لك طعمه ايه بالظبط؟ احساسه ايه بالظبط؟ اوكي انا الناس كلها في الباك اريا. هاي كلكم عارفين مين هم الناس دول؟ دلوقتي في البريك وراجعين تاني حالا. تعال يا عم. What are you doing here? سيف بحب الراجل ده جدا. هو الكلام انا بحبك اكتر. بص البوست عندي على فيسبوك يعني، اخدت سكرين شوت يا اخي. يا لهوي خدت سكرين شوت. الراجل بتاع الدروس اونلاين، هاشتاج الراجل بتاع الدروس. بقول لك استنى انت مش عندي. هو انا حافظك بدروس اونلاين؟ اكتب يا باشا احمد دروس اونلاين. هو كل البلد اسمها احمد. احمد يعني هو اسمه احمد دبل اولى صح يعني. اكتب دروس اونلاين اكتبها صح. الناس اللي عايزه تعمل كونتنت تعمل ايه؟ الناس اللي عايزه تعمل كونتنت يا جماعه، سكريبت حاولوا توصلوا يعني رساله باي طريقه بقى انت عايز تعملها. يعني عايز مثلا توصل رساله هادفه، وصلها بطريقه كوميديه، بطريقه موتيفيشن، بطريقه يعني، بس ما تقلعش. الشيخ السلام عليكم. الراجل ده 100 100 والانجليزي بتاعه 100 100 كفته زي الفل. ورقه صحيح وسيف مسلم. حابب النهارده اتكلم عن ايه؟ المدرسه. عباس صوت جدا جدا. وانا انا عامل فورمه بنت لذينه، انا بحبه. لا عامل فورمه بنت لذينه، انا اتخضيت من الراجل. ربنا يبارك فيك. انا مبسوط وسط، بحب احمد، ربنا يبارك فيك. بحب المحتوى اللي بيقدمه، حب كتير. ربنا يرضى عنك يا رب يا حبيبي. يلا سلم على الراجل ده. بس سلم على الراجل جدا. نشوفك بعد في البريك الجاي. فين حازم؟ انا عدي من هنا. هي مش مكان للموضوع. طبعا ما ينفعش نكمل الفلوج من غير الشوت بتاع الحمام، مرايه الحمام. فعندنا هنا عمرو بره المرايه، عمرو شريف الفلوجر المصري، و احمد شاهين زي بن شاهين طب انا بص هنا ولا بص؟ بص انت ممكن تبص للعدسه هنا، ممكن اريح نفسي صوره خالص. صح ممكن اصور كده خلاص يعني. حلو كده. كده انا متعود مع حازم بنعمل كده بالظبط. احمد ايه بقى الكوتشنج لوحده؟ ايه الكوتشنج دي؟ انت عارف ان الناس دلوقتي عندها حساسيه اصلا من التنميه البشريه. طبعا صح. انا شخصيا عندي حساسيه من الموضوع ده. التنميه البشريه يعني امسك حلمك وحقق هدفك واروح احضر محاضره، روح مش عارف. طب انا كنت اشتريت ساندوتش احسن من ان انا اروح احضر محاضره وبتاع. بنفس المايك بنفس كل حاجه. مرضى في الحمام بتصوروا في الحمام مرضى.
تعال نفضل ومان كمل. صلينا دلوقتي وناكل اي حاجة كده على ما نطلع برا ان شاء الله نكمل اكل يعني. قابلت بقى احمد اللي فاكرينه ما عزمنيش على فكرة عبوري اللي هو بيقول احمد اصح احمد عامل دايت. ايوه صح عامل. قابلت عاصم جاب جي 7 اكس جديدة. اوكي خلصنا الحمد لله السناكس بتاعتنا ورايحين دلوقتي نكمل المحاضرة. تقريبا دي اخر بريك في الموضوع يعني. بتقولي السندوتشات المفروض هيدوها لنا مولتو؟ سندوتشات مولتو او ما بتدفع عليها فلوس كمان. والله انا دفعت 5 جنيه عشان اخد المولتو. انا ما ادفعش حاجة. احنا جامدين جدا. مش لسه دافع من شوية؟ انا بندفع. لا نفد. لا لا ده ما بص متطلع عامل ازاي طب صور ايه. خلصنا كده كويس الاضاءه. اه خلصنا المحاضره. محاضره تقيله جدا بس جامده جدا 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 يعني. ورايحين دلوقتي ناكل شاورما. شاورما اه تعالى الراجل مكتئب. بص مكتئب ازاي. الكاب بتاعه ضاع. كاب ابيض ب 15 جنيه ضاع. قلب الدنيا. ومشكله ان المحاضره كانت عن السعاده وطلع علشان حته الكاب قعد مكتئب وخلى الناس كلها تقعد تدور له على الكاب. يعني ما قال لك في حاجات بتهاجم السعاده يا عم. اللي تقدر تعوضه ما تزعلش عليه. صح. ايه ده وانا مقفر ليه جدا. شكلك جعان جدا. الحمد لله. يلا باشمهندس احمد يعني ايه احنا استنينا جدا. انا يعني رخمنا عليه جدا جدا جدا. انا بسبب الكاب بتاع عبد الله ده. انا يعني من ضمن الناس اللي كانوا بيدوروا على الكاب. اه بالظبط كده. في الحمام كمان. انا وانزيه في الحمام. ربنا يتولاه. حلوه الاكل طبعا. حلو كام ده وكده اصلا. ايه قابلت كميه الناس الجامدين دول. يعني على سبيل الذكر للحصر باشمهندس احمد توفيق كان نفسي اقابله من زمان جدا. ربنا يخليك يا اخي. استاذ اسلام واخد بالك مش باين يعني. مش عبد الله يعني. مش عبد الله. انا اهو فين. انا انت اهو. فعايز اقول ان محاضرات كريم يعني ما حدش فوتها الصراحه. يعني الراجل ده يختلف عن اي حد انت بتتفرج عليه او بتسمعه حرفيا. احنا دلوقتي باشمهندس احمد ربنا يبارك له يوصلنا لحد رمسيس وبعدين نركب نروح بقى. المروحه اسهل بكتير من المجاي الحمد لله. يلا وصلنا البيت الساعه دلوقتي تقريبا يعني 12 ونص بالليل. خليني يعني نلخص الحوار كده في ثانيه. يعني انا نمت امبارح 4 ساعات. خدت في الطريق 4 ساعات. ركبت 4 مواصلات تقريبا زائد المترو. وصلت اتاخر ساعه. قعدت من الساعه 12 لحد الساعه 6. خدنا 2 بريكس and it was awesome. الموضوع كان رائع جدا. يعني كميه الناس اللي انا قابلتهم النهارده واللي سلمت عليهم والناس اللي اتعرفت عليهم جديد it was awesome. والمحاضره يعني الموضوع كان جامد جدا. انا طبعا يعني عايز انام اني زي يعني 4 ساعات سفر ولسه جاي من السفر وبتاع. ومبسوط جدا. يعني شيء غريب جدا ان قد ايه الواحد لما بيكون مبسوط بتلاقيه كده انرجيتك وبيروح وبيجي وبتاع. بس بصراحه it was awesome. لو اتعملت مره تانية المحاضره ديت يعني روح. يعني والله هتستفاد كتير جدا. انت حياتك كده هتلاقيها بتترتب قدامك. مواقف انت مريت بيها هتلاقيك اه صحيح ده انا حصل معايا نفس الكلام ده. وهتلاقي الحلول. هتعيد ترتيب مفاهيمك تجاه حاجات كتيره جدا. مش عايز ارغي كتير يعني عشان ما تزهقوش مني. انا لو اديتني المجال هتنين ارغي لحد بكره. ف البوتوم لاين الخلاصه بتاع الموضوع it was a great day. كان يوم عظيم جدا جدا جدا. وشكرا كريم اسماعيل على الدعوه. ثانك يو برو. اشوفكم ان شاء الله في الفلوجز اللي جايه. السلام عليكم.